أقامت وحدة الامتياز الأكاديمي وعمدة الطلبة في جامعة حيفا في عرض مشروعها عبر عدستي، حيث يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يمر فيها الطالب العربي والتعبير عنها من خلال صور مختلفة. كان عندنا لقاءات متتابعة اللي هي لقاءات بحث، لقاءات تفكير، خلينا نحكي لقاءات عصف ذهني، بنشوف إيش الصوت اللي بدنا نوصله، شو القضايا اللي مهمة، شو القضايا اللي هي مغيبة وما حدا عم بحكي عنها. فبعد هاي اللقاءات بلشنا ننزل على الساحة، ننزل على الجامعة، ننزل على المباني اللي بالجامعة، على المقاهي، على المكتبة، ونحاول نصور القضايا هاي. بلشنا باختيار العناوين، كمان هاي كانت مرحلة جدا مهمة، تحليل الصور، هل الصور فعلا عكست القضايا اللي بدنا نحكي عنها؟ بعدين اختيار الموضوع الملائم، إذا بتشوفي هون بالصور مثلا في صورة صبية بتاكل أكل البيت واسم الصورة أحنه إلى خبزي اللي إلى طعام أمي، فكان في الشغل كثير عميق على شو المضامين اللي إحنا بدنا إياها وشو العناوين اللي بدنا إياها توصل. يهدف المشروع إلى التعمق باحتياجات الطلاب العرب خلال فترة تعليمهم الأكاديمية ورفع الوعي للتجربة الطلابية وتمكين الطلاب من خلال استخدام وسائل الإعلام كأداة للتغيير ورفع الوعي. أنا كسها شخصياً بالصور مش حدا شاطر، يعني مش حدا اللي فنان فوتوغرافياً، يعني إلا إنه بس سمعت إنه إحنا بدنا نحاول نوصل صوتنا عن طريق صورة، نحاول إنه نطالب مش بس نعكس الواقع، إنما نطالب بأشياء اللي إحنا بحاجتها عن طريق الصورة وعن طريق تقطير الصورة ووضع وعنوانتها. فحكيت لازم يكون إلي دور، إذا مش دور كبير بس دور فعال بهذا المشروع. أخذنا كل صعوبة معينة زي الهوية، أخذنا صعوبة التوجيه المهني، قلة التوجيه المهني بالمجتمع العربي، صعوبة الثقافة وعدم وجودها وعدم إحساسنا بأنه إحنا بمحلنا، وحاولنا أنه نصور صور اللي هي فيها تناقضات معينة، إذا لاحظتوا الحطة مع صورة علم الدولة، إذا لاحظتوا برضو جريج وصورة الطبخ، هاي الصور اللي فيها تناقضات معينة، هذا التناقض بحد ذاته هو اللي بيوصل الرسالة ككل. قسم من الصور المعروضة كانت بمشاركة وإبداع الطلاب ذو الإعاقة البصرية، حيث شاركوا في هذا المشروع كمنبر لطرح القضايا والاحتياجات التي تخصهم.